الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سيادنا السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، وعدت لكم من جديد وبالجديد ومن مدينة طنجة بعد ما نقلنا لكم مجموعة كبيرة من المشاريع والأوراس الرياضية والترفيهية والسياحية والبنيانية في مجالات متعددة تهم تجديد وتطوير بنية تحتية في المملكة المغربية. هانا أعود لكم من جديد إلى مدينة الرباط لننقل لكم أخبار ومستجدات مشاريع تنموية، لكن اسمحوا لي مشاهدين الكرام أن أتوجه بالشكر إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. سيدنا الله ينصره والله يحفظه والله يخليه لوليداته والله يطول له في العمر على الزيارة ديال العمل، ليست كباقي الزيارات مشاهدين الكرام، زيارة عمل بامتياز. ولاحظتوا معايا وشفتوا معايا وسمحوا لي مشاهدين الكرام واحد دقيقة غناخذها من وقتكم لاستقبال الباهر الأسطوري البانورامي الذي لا يليق إلا لملك همام اسمه محمد السادس. الاستقبال الفخامة مشاهدين الكرام اللي كيعبر عليه دولة الإمارات الشقيقة، الشيء اللي كيفسر، لو سمحوا لي غادي نتكلم بواحد اللغة اللي غادي يفهمها جميع المغاربة، الحقيقة ديال المواطن المغربي اش كيسوى برا من خلال سيدنا الله ينصره الله يحفظه والله يطول لنا في عمره. الزيارة ديال العمل اللي هي كلها مشاريع واستثمارات اللي غتعود بالنفع الوافير وبالخير الكبير على بلادنا إن شاء الله. وهانتم كتلاحظوا معايا مشاهدينا الكرام هكا كيتبين بالملموس بأن سيدنا الله ينصره والله يطول لنا في عمره خدام من أجل المغرب ومن أجل المغاربة لا أقل ولا أكثر، وبذلك كيتأكد بأنه مهندس حقيقي في مخطط للأوراش الملكية والعمومية والوطنية في المغرب، وعبقري جلب المشاريع الضخمة والنوعية في مجالات كتهم تطوير البنيات التحتية في المغرب، لا في مجال النقل ولا الصحة ولا الطرق ولا الطاقة ولا الموانئ ولا الرياضة ولا جميع المشاريع. شكرا لك يا صاحب الجلالة والمهابة، سيدنا الله ينصرك والله يطول لنا في عمرك. وفي هذا الصدد مشاهدينا الكرام اسمحوا لي خديت من وقتكم واحد بضعة دقائق أو ثواني، فهاد الصدد من المشاريع التنموية مشروع ضخم لم أرى له مثيل، تمشي على رجلك وما تكملوش. يوجد بين مدينتين كبيرتين مشروع عملاق، تمشي بالسيارة ديالك وخاصك له وقت. مشروع كبير بدأت ملامحه في الظهور، ظهور سياج وتحويطه. هذه النوع غادي يرجع علينا بالنفع الوفير والكبير، يد عاملة ويخدموا مجموعة ديال الأسر والعائلات. الحمد لله راه كنتكلم بتلقائية مشاهدينا الكرام، واللي غادي يربحوا فيه استقرار الحمد لله اجتماعي بهاد المنطقة ككل. تابعوا القناة بحول الله، ولما تنطلق هذا المشروع الضخم الكبير كبير جدا جدا إن شاء الله هالمنافع دياله بدأت كتبان بحول الله، غادي نوافيكم بالتفاصيل دياله. لنعود إلى الموضوع الأصلي، جديد أشغال بناء ملعب مولاي عبد الله الجديد. 5 4 3 2 1 ما شاء الله فما شاء الله فما شاء الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ظهور ملامح الطابق الأول للملعب الجديد ما شاء الله، غبرنا 10 أيام، تحول رهيب، تحول غريب، اللهم بارك، الدق والسكات، الخدمة بالليل والنهار. إذن كتشاهدوا معايا مشاهدين الكرام تطور رهيب ذات جودة عالية وذات احترافية غير مسبوقة للمغاربة، والحمد لله إنها اليد العاملة المغربية التي أبهرتنا واللي غتزيد تبهرنا مستقبلا إن شاء الله. والملاحظ مشاهدين الكرام أن المستطيل أرضية الملعب تمت إحاطة بها بالكامل بأساسات المدرجات، بل المدرجات نفسها بدأت بالظهور في جميع الجوانب، اللهم بارك وزيد في ذلك. والملاحظ أيضا أن الجوانب الأخرى الثلاثة القديمة كلها بدأت عملية تركيب المدرجات مشاهدينا الكرام، وأعني بذلك الشرقي، المدرج الشرقي والمدرج الشمالي والمدرج الغربي. الأشغال حاليا في طور الإتمام، أساسات كيف ما كتلاحظوا معايا
أسست الجهة الجنوبية فين كانت المنصة القديمة، فين كانت المنصة الشرفية من الجهة الجنوبية. إذن البلاصة اللي بقات اللي كانت فيها المدرجات وتم الهدم ديالها، فحاليا كيبنيو مشاهدينا الكرام الأساسات ثم الأعمدة الأساسية ثم حاملة المدرجات وبعدها وضع المدرجات. اللهم بارك، هادشي كلشي داخل في إطار الطابق الأول. إذن نمر إلى المنصة اللي كتظهر في الجهة الشمالية. إذن مشاهدينا الكرام هذه صورة جوية عامة تظهر التطور الرهيب في بناء أساسات وحاملات المدرجات والأعمدة الحاملة للمدرجات والمدرجات نفسها. إذن أرضية الملعب كما تشاهدون تم تحويطها. إذن ها هي أرضية الملعب مشاهدينا الكرام. إذن هكذا تم تحويط أرضية الملعب المستطيل الأخضر، صورة أصبحت جد واضحة. اللهم بارك. إذن أمامنا بعض المداخل الخاصة نلاحظها. أمامنا مدخل الأول وأمامنا أيضا مدخل ثاني